سلام، مرحبا بكم البنات. ان شاء الله راكم كامل بخير وعلى خير. اليوم راح ندير لكم درس تاع لا ديكوب برانسيس. انا سبق ودرتو في الدروس اللي فاتوا، بصح درتو بطريقه انك ما تقصيش لي بانس تاعك. فانا درك راح ندير لكم الحاله اللي تتقص فيها لا ديكوب، يعني البرانسيس اللي معروفه، خاصه انه الموديل اللي حطيت لكم ديجا، حطيت لكم 3 موديل في المنتدى، قلت لكم خيروا الموديل اللي عجبكم، واكثر موديل جاب اعجاب هو اللي راح نفصله لكم. من بعد شفت باللي تقريبا كي خيرت ثم كانت النسبه بين الموديل الاول والثاني متساويه، وعدتكم اني ندير لكم الفصاله تاعهم في زوج لكتب ربي. بصح راح نبداو بالموديل الاول وفيه لا ديكوب برانسيس. قلت ما لا نديرها لكم الساعه الطريقه نتاعها، باه كي ندير لكم في القماش تجيكم سهله. يعني هنا راح يكون الدرس هذا تطبيق نظري، وفي القندورة تاعنا راح يكون تطبيق عملي، ونقصها قدامكم ونخيط. أول حاجة عندي قياس الكتف 38 سنتيم، نحط القياس نتاعي على 2 ونزيد 1 سنتيم حق الخياطة، راح يكون في النقطة هذه. راح نهبط ب2 سنتيم، قياس الرقبة 8 سنتيم، ونرسم خط الكتف. تحريفة الإبط عندي 21 سنتيم. الـ21 البنات راح تبدأ من بعد ما عينا نقطة تاع 2 سنتيم اللي هبطنا بها، يعني هذه المسافة خاطئة، نبدأ من هنا ونحسبه 21 سنتيم. نعين المنتصف تاع 21 سنتيم، راح يكون 10.5، راح يكون في النقطة هذه، ونزيد نعين المنتصف تاع القطعة السفلية. ندخل من هنا ب1 سنتيم لداخل، من بعد نرسم تحريفة الإبط. عندي هنا طول الصدر 31 سنتيم ونعين إشارة، طول الخصر 41 سنتيم ونزيد نعين إشارة. من بعد عندي دورة الصدر 117 سنتيم، راح نحط القياس نتاعي على 4، لأنه حنا رانا ماخذين قياس دورة كاملة الأمام والخلف، وحنا رانا نخدمو على الربع. نحط القياس نتاعي، من بعد نزيد له 1 سنتيم حق الخياطة. قياس الخصر عندي 104 سنتيم، نحط ثاني القياس تاعي على 4، ونزيد 1 سنتيم حق الخياطة و3 سنتيم حق ليبانس، يعني كامل زدنا 4 سنتيم، راح تكون في النقطة هذه. راح نوصل ما بين نقطة الخصر والصدر. عندي هنا المسافة بين الحلمتين 10 سنتيم، المنتصف يعني هي 20 سنتيم، والمنتصف تاعها 10 سنتيم، راح تكون في النقطة هذه، واللي راح نحدد عليها ليبانس تاعي. ليبانس فيهم 3 سنتيم، يعني 1.5 سنتيم على كل جانب. هنا خط الصدر، هذا هو خط الصدر اللي قسناه، عندها 31 سنتيم، هذا هو الخط اللي راح نرسمه على المستوى نتاعو ليبانس تاعنا. احنا عندنا في ليبانس العادي ماشي في لاديكوب، ليبانس يجو تحت خط الصدر ب2 سنتيم، بس حنا في لاديكوب راح نوصلهم لخط الصدر. راح نزيد نعين 10 سنتيم اخرى باه يجيني الخط تاعي مستقيم، ونرسم ليبانس تاع الجهة تاع الخصر. من بعد نجي هنا عند الكتف، راح نقيس من النقطة هذه 13 سنتيم، راح تجيني هنا. راح نوصل ما بين النقطة هذه نتاع الصدر تاع ليبانس للنقطة هذه تاع 13 سنتيم. ثم تقدروا تستعينوا بالبيروكي باه يجيكم الخط قد قد. دوكا راح نعين العرض تاع ليبانس تاع هنا تاع لا ديكوب ب2 سنتيم، راح نعين نقطة هنا، صافي هذه هي ما قيمة لابانس تاعنا تاع لا ديكوب، هذه راح تتقص. بس هنا قبل ما نقصوا، قبل ما نديروا اي حاجة ولا تمسوا القماش نتاعكم، انتم راح تديروا نفس الخطوات هذو اللي درتهم باه تحافظوا على القياسات نتاعكم. دوكا راح نديروا التغييرات نتاعنا.
دوكا حنا كي نقصوا لي بانس هذو، اول حاجه لازم نزيدوا حق الخياطه نتاعهم. حنا هنا كي حطينا القياس راني زدت حق الخياطه تاع القندوره تاعنا ولا لا روب اللي تخيطوها عادي، بصح ما زدتش حق لي بانس اللي راح يتقصوا. مام هنا في لا ديكوب هذه ما زدتش حق الخياطه نتاعها، هذه اول حاجه. ثاني حاجه حنا كي نقصوا وكي نجوا نخيطوا ما بين هذه الجهه وهذه الجهه، راح تلاحظوا بلي الجهه هذه راح تولي صغيره، لانه هنا عندنا قوسه كي نخيطوا راح تولي الجهه هذه صغيره على هذه. يعني كي تخيطوا الخياطه هذيك راح تجيكم هنا، راح تجيكم ناقصه حوالي 3 ولا 4 سنتيم. احنا هنا واش راح نديروا؟ اول حاجه الكتف نتاعكم هنا ما تقصوهش، هذه 2 سنتيم راح تخلوها كيما راهي. انا هنا تعمدت نديرها لكم باه نحافظوا على القياسات نتاعنا، نوريكم تحريفه الابط يعني كامل القياسات تتحط بشكل عادي. راح نجي هنا راح نخرج ب 2 سنتيم، هذه اول حاجه، وراح نهبط بخط مستقيم. واش راح ندير؟ راح نجيب هذه النقطه هذه راح نزيد نمشيها، راح نغمق لكم الخط. شوفوا هذه مشيتها، باه كي نقصوا لا ديكوب تاعنا تجينا النقطه هذه مع هذه. دوكا راح نزيد نعاود هذه التحريفه تاع الابط اللي هنا في الجهه السفليه، راح نزيد نعاودها يعني وكأنه رسمنا تحريفه ابط جديده. هذه اول نقطه. ثاني حاجه دوكا راح نزيدو 2 سنتيم اخرى نتاع 2 سنتيم، هذه راح نزيدوها على مستوى كامل الجانب هذا من الصدر للخصر. هذه 2 سنتيم البنات اللي زدناها هي حق الخياطه نتاع لي بانس هذو، يعني 1 سنتيم من هنا 1 سنتيم من هنا، 1 سنتيم من الجهه هذه 1 سنتيم من الجهه هذه، زدناها على المستوى الخط كامل ما بين الخصر والصدر، لانه هنا لا ديكوب هذا هو المركز تاعها، يعني كامل هذا راح يتقص، راح نزيدو حق الخياطه نتاعو هذا كامل. اما حق لي بانس البنات هذو رانا زدناهم في الاول. بالنسبه هنا لهذه 2 سنتيم اللي زدناها راح نعاود لكم عليها، راني تعمدت نزيدها هنا وكاني مشيت تحريف الابط هنا، مشيتها بمسافه 2 سنتيم اخرى باه نعاود نرسم تحريف ابط جديده للجهه هذه اللي راح تجيني ناقصه، هكا باه نعوض هذاك النقص. يعني هذه هنا خاطئه، هذه زدناها على جال المنطقه هذه برك ورسمنا تحريف ابط جديده. دوك راح نقصها معاكم باه تزيدوا تفهموا اكثر بالعمليه تاع القص. كما قلت لكم هنا هذه المسافه راهي خاطئه ما نحتاجهاش. بالنسبه لهذا 2 سنتيم تاع النزول تاع الكتف راح نخليها، لانها راح تعوض لي حق الخياطه تاع هذه وهذه، لانه كنا نهبط بالكتف نتاعي ونزيد نخيط هنا تحريف الابط راح تجيني اقل من 21 سنتيم. صافي راح نخلي 2 سنتيم هذه اللي راح تتقص هنا اللي هو حق البنسة، راح تبقى لي 21 تاعي سنتيم ثابته. شوفوا معايا هنا بعد ما قصيت وكملت راح نخلي الخط هذا مع الخط هذا هكا باه تبان لكم. شوفوا هنا راني ثبتها لكم بالسكوتش باه تبان لكم مليح. شوفوا معايا البنات هنا هذه هي لي بانس تاعنا. نتوما هنا راح تكرونتيو اذا ما درتوش الخط هذا في القماش ولا ديروا بالقلم تاع التفصيل. هذه هي الطريقه تاع لي ديكوب البنات اللي تتقص
بالطريقة هذه. إن شاء الله يكون الدرس تاع اليوم واضح وتستفيدوا منه. أي واحدة عندها سؤال تخلي لي التعليق نتاعها. هنا نزيد نعاود لكم نقطة برك، يعني هنا بالنسبة للقياس تاعنا كي حطينا قياس الصدر يعني زدنا له 3 سنتيم تاع حق الخياطة، 2 سنتيم تاع لي بانس، و1 سنتيم حق الخياطة تاع الجانب. نفس الشيء بالنسبة للخصر، زدنا 3 سنتيم حق الخياطة، 1 سنتيم حق الخياطة تاع الروب تاع الجنب، و2 سنتيم حق خياطة لي بانس، وزدنا ثاني 3 سنتيم أخرى حق لي بانس هذو لهنا. إن شاء الله يكون الدرس واضح البنات. أي واحدة عندها سؤال تخلي لي تعليق نتاعها، وانتظروني إن شاء الله في الفيديو تاع الروب هذيك اللي خيرتوها في المنتدى.